جزيل الشكر على مجهوداتكم في الفرصة. الله يبارك. اليوم يوم فرحة، فرحة كبيرة. كان 18 مريض تمثلوا للشفاء، وعندنا العدد الإجمالي 19 مريض. أول مريض خرج أول أمس، واليوم 18 واحد صافي 19. دونك مازال حاجة قليلة على مستوى المستشفى. نتمنى الشفاء لكل المرضى، وأطمئن الرأي العام بأن المرضى اللي مازالوا على مستوى المستشفى في حالة صحية جيدة، وان شاء الله يخرجوا في الايام القليله القادمه ان شاء الله. شويه اعراض، انا جبت غير واحد مريض، انا كنت نورمال، داروا لي شدوني في الحجر الصحي صح، خاطر جبت واحد انسان مريض، ومن بعد كي جاوا داروا لي لي زاناليز دوك تاع الدم وتاع هذاك تاع النيف، جاوا من وهران من باستور نيجاتيف، داروا لي تيست رابيد اللي جاب تاع السلطات تاع بشار جاني راب، داروا لي تيست رابيد جا نيجاتيف، والحمد لله هذا هو الحجر الصحي.